جايبو 1، مدفع سويسري مضاد للطائرات بدأت صناعته في فترة الخمسينات، العيار 20 ملم، الوزن 405 كيلو جرام، الطاقم 2، معدل إطلاق النار 1000 طلقة في الدقيقة، السرعة الابتدائية للمقذوف 1100 متر في الثانية، المدى المؤثر ضد الأهداف الجوية 2000 متر، المدى الأقصى ضد الأهداف الجوية 4500 متر، المدى المؤثر ضد الأهداف الأرضية 1500 متر، المدى الأقصى ضد الأهداف الأرضية 5700 متر، سعة المخزن 8 طلقات أو 20 طلقة أو 50 طلقة، طلقاته الخارقة للدروع قادرة على اختراق 15 ملم من الدروع المتجانسة على بعد 600 متر.